بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقة بتاعتنا النهاردة معانا كرسي استيبال، طبعا جاي في كرتونة جديد احنا طبعا جبناه وقلنا نعمل عليه حلقة ليكم برضو عشان نقول لكم مميزات الكرسي ايه والجودة بتاعته ايه. في نفس الوقت الكرسي ده واخد علامة الايزو 1، فطبعا الجودة بتاعته 100 100، وفي نفس الوقت حتى الاستانلس اللي فيه طبعا خامة نظيفة، وهنقول لكم مميزات النظافة او الاستعمال او التزييت تعملوا ايه للكرسي ده. طب احنا هنخرج الكرسي ده من الكرتونة وهنقول لكم مواصفاته ايه. احنا كده فتحنا وش الكرتونة من فوق، وده شكل الكرسي وهو في الكرتونة بالمنظر ده. طب احنا هنخرجه دلوقتي وبرضه هنقول لكم برضه ايه مواصفاته ايه، وحتى الجلد بتاعه خامة نظيفة 100%. قفلته هيقفل برضه بكل سهوله. طب عايز مثلا افتحه من خلف، افتحه برضه بكل سهوله. ده ايه الحاجه الاساسيه. طب هنيجي هنا في الحته دي بالذات، انا مثلا عايز اعمل صيانه دوريه للعجل. اول حاجه صيانه دوريه عندي لازم اربط الكفر الخارجي ده اللي بيحرك المريض منه، اللي باين ده لازم اربطه من العكس الناحيه الثانيه كده. في هنا نظام الينكيه، مفتاح الينكيه بيتربط بيه، لازم اربط الجزء ده عشان ايه يبقى ثابت 100%، لان الجزء ده هو اللي ماسك الكفر الخارجي ده. طب انا اطمن عن السلوك ده، لو لقيت في السلوك دي فيها ارتخاء، شوف الارتخاء اللي مثلا كده، لا ده مش ارتخاء، ده 10 10، عشان لو مشدود على الاخر جامد قوي السلوك دي بتطق. الناس طبعا يفكروا ان كل الربط جامد قوي يبقى ايه احسن، لا، كل ما يكون فيه ربط بين البنين، شفت باينه السلكه باينه معايا اهي، ادي بين البنين، يبقى كده في الحاله دي ايه ان السلكه ما اي حتى ما اي مطب ولا اي حاجه، كرسي ماشي ولا اي خبط ولا اي صف حاجه او اي رزع بالكرسي ما يحصلش طق للسلك نفسها، فهتعيش فتره اطول. طب الحاله بقى الثانيه، انا اما شيء عندي ان انا لازم اربط الكرسي من اسفل من جوه، لازم اجيب عندي مثلا مفتاح رقم 19 اربط الجزء ده ما بخلوش مهوي، وفي نفس الوقت هو معايا الناحيه الثانيه برضو صاموله، الناحيه الثانيه اهي باينه اهي، وهنا ده طبعا ما بيعملش خنقه للعجله. وفي نفس الوقت انا لما اجي ازيت ازاي؟ ممكن ازيت من الجزء ده، افك الوش اللي هنا ده غطا بلاستيك، ممكن افكه بمفك مثلا كده وازيد، احط مثلا ايه زيت الباكم ازيته عشان يدي ليونه للعجله نفسها، ان انا مش عايز العجله يبقى ايه تقيله في المشي، لازم العجله تبقى ايه خفيفه في المشي. انا لما بزيت هنا ان انا مش عايز العجله دي تبقى تقيله، انا عايز العجله دي يبقى فيها حركه كده خفيفه. ليه؟ ما ينفعش ان انا اعمل تقل في الفاره نفسها، طبعا لازم العجله تبقى فيها ماشيه ميه. طب انا الصيانه بتاعتي لازم اعملها ايه؟ لازم انا قلت زي ما انا قلت كده نعمل ايه؟ التزييت. في نفس الوقت انا قلت لكم طبعا لازم يكون معانا مفتاح رقم 19 عشان نربط الجزء ده، لازم يبقاش مهوي. وعندي طبعا هنا اجزاء في الحته دي، عندي المنطقه دي مثلا فيها مسامير لازم اربطها، والمسمار الوسط ده لازم برضو اربطه، طبعا اربطه. واحلى حاجه في المسامير اللي هي معموله اللي هي بين الطاره اليمين والشمال والمسمار ال 13 اللي هنا ده، وجميع المسامير اللي موجوده رقم 10 اللي هو في العجله، الميزه اللي فيها ان هم عاملين نظام الصاموله، صاموله كاوتشه. الصاموله دي فيها كفر، فيها جزء من الكاوتش اللي هنا ده في المنطقه دي بالظبط دوران كده. دي في ايه ميزتها الصاموله الكاوتشه دي؟ الصاموله الكاوتشه دي لما تيجي الصاموله مثلا مربوطه وتيجي مع استعمال العجله ما بتهوش بكل سهوله غير الصواميل العاديه. الصواميل العاديه لما تيجي كده، ومعايا كيس جاي معاها كيس للعده، عاملين عده كده فيها مفتاح الانكيه ومفتاح لها صاموله بالطول كده. وفي نفس الوقت انا بعمل ايه بقى كده بالالنكات دي؟ الالنكات دي انا اهم حاجه ان انا اربط الجزء الالنكات اللي في الظهر دي كل فتره، ما اخليهاش كده، لازم اربطها بالالنكيه. هم حاطين لك المفتاح عشان تربط بيها ايه كل الاجزاء. وطبعا احنا قلنا ان العجل ده برضو فيها نظام الانكيه دي دايما يدور هنا برضو، والناحيه الثانيه عكسها برضو، والقعده برضو من الامام برضو نظام الانكيه. طبعا انا قلت لكم كده. طب ايه الجوده الثانيه الاساسيه بتاعت العجل ده؟ طب احنا دلوقتي معانا الكاوتش، احنا لفينا الكاوتش وعرفنا لازم السلوك تبقى مشدوده. طب ايه الحاجه الاساسيه اللي احنا عايزين نفهمها اكتر؟ اللي هي الفرامل. الفرامل دي حاجه اساسيه في العجله. ليه؟ ان العجله لو مثلا انت نازل منزل، اللي هي العجل الاستقبال ده، نازل في منزل وراكب عليها مريض عشان بس ايه العجله ما تجريش منه، لازم يبقوا عاملين لك امان للايه؟ للكرسي.
ايه هو الامان للكرسي؟ الامان بتاعنا للكرسي ان احنا عندنا فرامل هنا من الجهه اليمين والجهه الشمال، فطبعا الفرامل اهي زي كده اهو باينه اهي. بص شغاله ازاي اهي باينه، اعمل كده بتقفل على ايه؟ على الكاوتش. طب تمام. طب القفله دي بتاثر عيب في في الخارج اللي هو اللاكي بتاع الكاوتش اللي هو مصنوع من كاوتش المضغوط اللي هو جوده 10 10، ما بتتكلش مع الاستعمال. وفي نفس الوقت طب انا دلوقتي الفرامل دي ايه ميزتها؟ انا هنا عندي الجراش للفرامل، اقدر احرك الفرامل، اهو الفرامل اخليها ضعيفه اخليها ناشفه مش عارف ايه بالنظام، بقى اتحكم في قوه الفرامل من الجزء ده. وفي نفس الوقت انا معايا طبعا جاي مفتاح اللينكيه، بظبط اللينكيهات بربطها ما بخليش حاجه مهويه، ليه؟ دي صيانه دوريه ليها. طب انا الفرامل بيجي لي هنا معاها قطعه على الحديده دي بالسيليكون اللي هو باين دي سيليكون. طب السيركون دي لو باظت هي السيركون دي بتعيش فتره اطول ما بتضربش كل سهوله. طب انا لو شلت السيركون ده واستعملت فرامل الحديد على الكاوتش ده، اللي حصل مع الاستعمال بتقطع الكاوتش ده قطع، يعني مثلا كانك عامل بسكينه وقطعته نصين. طب انا الحمايه بتاعته ايه؟ لازم احط الايه؟ الحته السيليكون دي. طب انا ما عنديش سيليكون اتقطعت مثلا، اعمل ايه؟ اجيب مثلا حته خرطوم بتاع ميه اللي هو السيليكون برضو، والبسه في الجزء ده برضو بيقضي الغرض، ويبقى برضو غرض 10 10، عشان طبعا المفروض يبقى ايه؟ كاوتش على كاوتش، يبقى القفش بتاعته ما يحصلش ضرر للايه؟ للكاوتش الخارجي بتاع الكرسي الاستقبال. طب في نفس الوقت انا بعمل ايه الصيانه الاساسيه للعجله؟ الصيانه الاساسيه لازم الجزء ده برضو طبعا عندي هنا لو عندي قطعه شحم ممكن احط حته شحم، يعني مثلا افك الوش ده احط قطعه شحم، وممكن الافضل احط زيت اللي هو الزيت اللي الزيت الباكن، بزيت بخلي عشان ليه؟ ان انا عايز لما العجله تتحرك بكل سهوله كده العجله دي تلف معايا بكل سهوله، لازم انا عايزها لازم تتلف في يمين وشمال تتحرك بكل سهوله، مش عايزها ايه؟ تبقى ايه؟ قافشه في الارض. ليه؟ دي بص شوف العجله، شوف انا عملت ازاي؟ تتحرك بكل سهوله. ليه؟ لو انا ما زيدتش مع الاستعمال العجل مش عارف ايه بيحصل ضرر للمنطقه دي بالذات. طب ايش ايه الاساس تاني ان احنا المفروض نعمله؟ الاساس واحد مثلا يقول لي مثلا احنا نجيب ميه مثلا ونطوق العجله مثلا بحته ميه كده مثلا، او نغسله بالميه بصابون ومش عارف ايه، ده خطا. ده خطا خطير جدا للكرسي. الكرسي ده عشان كرسي مصنوع من الاستانلس وجوده 10 على 10، فطبعا انا عشان احافظ على الاستانلس وجوده الكرسي يفضل معايا لفتره اطول بهذا الشكل ده ما يحصلوش اي ضرر، انا بعمل ايه؟ انا بجيب حته مثلا اسطوبه ممكن اعصها ببله شت زيت الباكم او اي شت زيت، مثلا اعمل بله بس ليها حته صغيره بس كده، واعوص على الاستانلس كده كله مره واحده، والمعه بالايه؟ والمعه بعد كده باي حته اسطوبه او حته مثلا فلنا قطن مثلا، يفضل ايه؟ لامع معايا. طب انا ما عنديش الزيت، ممكن اعمله بدون كده اسطوبه، بدون مثلا زيت مثلا، ممكن اعمله بدون زيت، ممكن اعمله بالاسطوبه بس طبعا بدل هو جديد هيحافظ معايا على طول. طب انا ايه الحفاظ تاني اللي انا اخليه يلمع اكتر من انا عايزه؟ مثلا لميع ركنته بعد فتره مثلا وعايز مثلا اديه مثلا ليه فيه خشونه صدأ بسيطه من الركنه، طب انا اعمل له ايه؟ انا لو فيه خشونه صدأ من بسيطه من الركنه انا بجيب حاجه اسمها بيكنج باون من عنده اي محلات اللي هو بتاعت الدوكو السيارات، المعه لو في حاجه روايش صدأ بسيطه كده كده بالكمباوند ده بيشيله ايه بكل سهوله. طب لو انا عايز اخليه لامع ايه اجيب له ايه عشان اخليه يلمع قوي جدا؟ حاجه اسمها برضو من عند محلات سيارات العربيات حاجه اسمها بولش، بجيب برضو بولش بدعكه بالقطنه كده والمع يفضل لي لامع جدا لميع 100%. طب ده بيحصل ضرر للحاجه دي؟ لا ما بيحصلش ضرر. طب انا دلوقتي الكرسي ده مثلا انا عايز اركنه من السنه للسنه عشان ما يحصليش ضرر ولا اي سوء في حاجه، او ارجع له بعد فتره ان انا محتاجه تاني الاقيه زي ما هو، ان انا لو ركنته من السنه للسنه الكرسي ده يبقى انا كده حرام عليا ان انا ايه؟ ان انا اركن الكرسي ده والصدى ايه؟ هيقفش فيه تاني، ان ممكن حته تكون فيها رطوبه ولا اي حاجه يبوظ لي الصدى بتاع الكرسي ده. طب انا اعمله بايه؟ في ستريتش اسمه ستريتش صناعي بيتباع بكره كده، انت بتجيب الاسترتش الصناعي ده وبتلفه على الايه مكان الخديه اللي هنا دي المنطقه الحته دي كده، ولف دوران كده على الاستلس، وبحافظ على الاستلس ايه بالاسترتش اللي هو الايه استرتش صناعي.
تمام، بلفه على العجله كده خالص، وممكن مثلا بعد ما بلفه كده اطبقه، ومثلا لو عندي مثلا جبت كيس كبير كده احطه في الكيس واربطه كده. لو حط لو انت حطيته في مكان في مكان رطوبه او اي صف حاجه، عمره ما يحصل للكرسي اي ضرر ولا اي صف حاجه. طبعا انا دلوقتي انا قدد الكرسي ده، وطبعا انا قلت لكم جوده الجلد بتاع الكرسي القعده والهنا ده برده جوده 10 10، ودي المسامير اللي ظهرت اللي اللي بتربط بالمفتاح اللي احنا ورينا لكم برده، وفي نفس الوقت وفيها خضيتين من هنا استانلس، حاجه استانلس برده ده جودته 10 10. ودي كانت حلقتنا النهارده ان احنا جبنا لكم الكرسي ده. طبعا دوران الكرسي ده بيتلف كده القعده دي عشان تسند رجل المريض، حتى الناحيه الثانيه برضو كده الاثنين كده. واحلى حاجه ان هم عاملين لك حزام لسند الركبه او الرجل، طبعا عشان لو مريض لو فلت منه رجل حاجه تبقى سند عليه من هنا ده. طبعا الحاجات دي طبعا جودتها 10 10، وافضل شيء عندكم اهم حاجه الصيانه، التزييت زي ما قلنا، والتربيط طبعا، والتلميع العجله، وابعد اي ميه عن الحاجات اللي استلس، هيفضل الكرسي معاك بهذا الايه الجوده ال 10 10. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا ريت تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.